ثقيب موالي للمجموعه النيابيه للعداله والتنميه. تفضل السيد النائب المحترم. سيد الرئيس، السيد الوزير، البرامج الانتخابيه اللي جابت الاحزاب ديال الحكومه، السيد رئيس الحكومه قالنا بلي غيدير 2 مليون ديال مناصب الشغل. جيتوا للتصريح الحكومي قلتوا غادي ديروا 1 مليون. صاحب الجلاله صحح لكم الرقم وقال لكم غادي 500 الف. حتى هاد 500 الف ما درتوهاش السيد الوزير. الان وايضا هناك التزامات فيما يتعلق بالنساء من 20 ل 30%. إذا كنا كنحترموا المؤسسات الدستوريه ومنها الاش سي بي، نحترموا حتى الارقام ديالها ماشي نبخسوها. ملي قالت لكم 13.5% ديال البطاله راه هي 13.5. ما نبقاوش نقولوا لا العالم القروي ما نحسبوش. كيفاش ما نحسبوش العالم القروي الاخر اللي فيه البطاله اللي فيه؟ ثم هاد الارقام اللي جبتوهم لنا السيد الوزير الفلكيه تاع 600 الف، شنو اللي حسبتوا فيها؟ حسبتوا اوراش 103 الف، حسبتوا الناس اللي عندهم المساهمه المهنيه الموحده. هذاك لي بيسيي اللي قلت له غادي ندير لك التغطيه الصحيه، هذاك الحلاق اللي كاين في الدرب حتى هو حسبتوه، وكتقولوا لنا درنا 600 الف. كيفاش درتوا 600 الف؟ زعما هذا ستانجيني ديال هاد الحكومه. والاس سي بي كتقول لكم 13.5%، كتكلموا لنا على النزاهه ديال الارقام. الا كانت هاد نتاع الاس سي بي ولا هاد الشيء نتاع السي بي هذا هو النزاهه، سمحوا لنا. انتم علاش ما عطيتوناش ارقام تاع الوزاره ديالكم؟ عندكم مصالح ديال التفتيش، قولوا لنا شحال تاع الشركات اللي سدوا اللي داروا الافلاس، انتقلوا من 10 الاف الان الى 14200. كيفاش الشركه اش كتسد وكتقولوا لنا لا احنا راه حنا كنشغلوا؟ كتقولوا لنا هاد البرامج فين هو الاستثمار؟ ما كانش الاستثمار الخارجي انخفض 52%. الاستثمار الخاص اللي هو 500 مليار اللي قال لكم جلالة الملك، عطاو لنا الحساب شحال درتوا ديال الاستثمار، شحال عطانا تاع مناصب الشغل؟ درتوا الاستثمار العمومي شنو هو الاثار ديالو على شكرا سيد النائب المحترم، انتهى الوقت. شكرا السيد الوزير على الاجوبه، قطعتي الشك. وفعلا اتلجتوا الصدور ديالنا بهذا تجويد هذا العمل ديالكم خلال سنتين. طبيعي غتعرضوا انتقادات، شنو غادي يقول الاخر؟ المنافس اللي نفسك وفشل شنو بغيت يقول؟ عيشهد لك؟ طبيعي غادي يقول هذا الكلام. نحن نسجل هذا الشيء بالايجابيه، وخاصه هذه الفهيميه كما وصلوا لنا هذه المخرجات اللي عملتوا مع النقابات اللي رفعتوا من السميت ديال هذا العمل اللي عملته. ما وصلوناش وما قالوا حتى شي واحد. لماذا؟ سيدنا نوح عليه السلام قال اللهم اني نعوذ بك من شر السوء، ان رعى مني خيرا كتماه وان رعى مني شرا افشى به الناس. اللي قبيحه كيروجوا ويزيدوا عليها. والحقيقه واش يقولها المواطنين اللي كنمروا في واحد الظرفيه صعبه والحكومه كتعاني واحد عدد الاكراهات جات اليوم وكتبشرنا، واول مره كنسمع اشاره من المندوبيه ديال التخطيط وكنعطي شهاده بالعمل ديالكم دار الحكومه. كنا دائما المندوبيه كتتكلم هنا وانتم هنا، اليوم المندوبيه الساميه كتعدي حتى هي الشهاده ديالها، والواقع اللي كيقول هذا الشيء 621. هذا رقم في واحد الظرفيه كما قلنا هي اللي هي صعبه. الحكومه غدا على طريق السديد، ونحن معكم سيد الوزير، ونعتبر هذا القطاع في هذه سبع امينه شاب كفاءه. هذيك اللي كتكلم عن الكفاءه هذه جينا عند هذا الولد، هذه جا عنده جانا الوزير، شوفوا الكفاءة ديالو. لا كانت ناصرنا الأول واحد اللي عمل نموذج في المغرب هو الولد هذا يونس الصكوري، سيد الوزير الدرافاس الله يعاونك، حنا معك وحنا مع رئيس الحكومة ومع الحكومة مادام غادا على الطريق الصحيح. واش قال؟ شكرا.